وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة. مرحبا بك سعادة الوزيرة في نشرة الثالثة، وكما نعلم بأنه تم تسجيل أول حالة قائمة بجدر القردة في مملكة البحرين من قبل وزارة الصحة. هل من الممكن أن تحدثينا سعادة الوزيرة عن هذه الحالة؟ أهلا فيكم وأمسي عليكم وعلى جميع مشاهدينا الكرام بالخير. مرحبا بك. نعم، تم تسجيل أول حالة قائمة بجدر القردة لرجل غير بحريني قادم من الخارج يبلغ من العمر 29 سنة. تم الاشتباه بإصابته وظهور الأعراض عليه، ومباشرة تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بالفحص المخبري، العزل، وتتبع أثر المخالطين وفق البروتوكولات المعتمدة لمثل هاي الحالات ووفق المعايير العالمية. الحالة اليوم تتلقى الرعاية الطبية اللازمة وبوضع مستقر بفضل الله. سعادة الوزيرة، هل يوجد اشتباه بإصابات أخرى من مخالطي هذه الحالة؟ طبعا مثل ما ذكرت سابقا، مباشرة عند رصد أو بعد رصد هاي الحالة تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وخصوصا المتعلقة بالتحري للمخالطين وفق بروتوكولات الفحص والعزل، وتتبع هاي الآثار، آثار المخالطين، وبالتأكيد بيتم الإعلان عن أي مستجدات في هاي الشأن إذا طبعا وجدت من خلال وسائل الإعلام، حسابات وزارة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للمستجدات الصحية هيلث أليرت. اليوم في هاي الحالة الوحيدة اللي تم رصدها وتسجيلها، ولكن في متابعة مستمرة للمخالطين للتأكد من سلامة الجميع. نعم، ماذا بشأن الاستعدادات والإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحد من انتشار جدري القردة؟ مملكة البحرين تضع سلامة كل فرد كأولوية، وفي هاي الإطار وزارة الصحة حرصت على وضع خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القردة من الإعلان عن تسجيل أول حالات في عدد من الدول، وهي كلها في إطار الحفاظ على الصحة العامة. تضمنت الخطة عدة محاور، منها ومن أهمها توعية العاملين الصحيين بجدر القردة، طرق انتقاله، وضع آليات للإبلاغ عن الحالات المشتبه بها لإدارة الصحة العامة، توفير الاحتياجات المختبرية للتشخيص، بالإضافة إلى تحديد آليات لمتابعة الحالات وتتبع أثر المخالطين، وتوفير التطعيمات المضادة سواء كان للمخالطين أو للراغبين في أخذه. نعم، سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، شكرا جزيلا لك.